بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر في الفرعين العلمي والصناعي، أهلا بكم في هذا العرض التقديمي، وهو استكمال للفصل الثالث من الوحدة الثانية بموضوع الاقترانات الخاصة. سأتحدث في هذا العرض التقديمي عن الجزء الأول لاقتران القيمة المطلقة. إذا للتذكير، هناك مجموعة من الاقترانات الخاصة. النوع الأول هو الاقتران المتشعب، تم الحديث عنه في عرض تقديمي سابق. الآن سأتحدث عن الجزء الأول من هذا الموضوع، وهو اقتران القيمة المطلقة Absolute Value Function، ثم في النهاية سأتحدث عن اقتران أكبر عدد صحيح. لنفهم بداية ما معنى القيمة المطلقة لعدد معين. إذا كان هناك عدد وهو ألف، وألف ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، بمعنى آخر قيمة ألف قد تكون في بعض الأحيان موجبة وقد تكون في بعض الأحيان سالبة، وقد تكون طبعا في بعض الأحيان مساوية للصفر، فإنها هذا الرمز هنا يقرأ القيمة المطلقة للعدد ألف. إذن هذا الرمز معناه القيمة المطلقة للعدد ألف، والنتيجة تعني ببساطة كم تبعد النقطة ألف عن الصفر على خط الأعداد. إذن بشكل عام، القيمة المطلقة لألف تساوي ببساطة القيمة ألف، يعني نفس القيمة الموجودة بين رمزي إشارة القيمة المطلقة. إذا كانت القيمة الموجودة إما أكبر أو مساوي للصفر، أو تكون ناقص ألف إذا كانت قيمة ألف أقل من الصفر. دعونا نفهم ما معنى هذا الكلام. على سبيل المثال، القيمة المطلقة للناقص 2 تساوي 2، والقيمة المطلقة للاثنان أيضا تساوي 2. إذا لاحظ هنا، القيمة المطلقة إذا كان العدد الموجود بين إشارة القيمة المطلقة موجب، إذا النتيجة تبقى كما هي. إذا نقول القيمة المطلقة لألف هنا تساوي نفس ألف. ولكن لاحظ في الحالة الأولى، القيمة المطلقة للناقص 2 الإجابة هي 2. إذا الاثنان نقول ناقص الناقص 2، إذا ناقص ناقص 2 معناها 2. إذا كانت القيمة الموجودة داخل رمز إشارة القيمة المطلقة قيمة سالبة، إذا نضرب القيمة الموجودة هنا بإشارة الناقص. هذه بعض الأمثلة على القيمة المطلقة لبعض الأعداد الحقيقية. القيمة المطلقة للثلاثة تساوي 3، القيمة المطلقة للناقص 4 قيمتها 4، القيمة المطلقة للناقص نصف هي نصف. لاحظ حتى نفهم بشكل أفضل ما معنى القيمة المطلقة. على سبيل المثال، لنفترض هذه قيمة الثلاثة، هذه قيمة الاثنان، هذه قيمة الواحد، هذه قيمة الصفر، هذا هنا الناقص واحد، وهذا هنا الناقص اثنان. إذن هذا خط الأعداد موجود عليه بعض الأعداد الحقيقية. لاحظ على سبيل المثال، القيمة المطلقة للناقص 2، ما معنى القيمة المطلقة للناقص 2؟ بمعنى كم تبعد هذه النقطة عن الصفر الموجود على خط الأعداد. إذا هنا المسافة قيمتها 2. لاحظ هنا لا نتحدث عن الإشارة، نتحدث عن مقدار البعد بين النقطة ونقطة الصفر. وأيضا القيمة المطلقة للاثنان معناها كم البعد أو المسافة بين الرقم 2 وقيمة الصفر، إذا أيضا تساوي 2. إذا لاحظ، القيمة المطلقة لناقص 2 هي تساوي 2، والقيمة المطلقة لموجب 2 هي 2. طبعا بناء على ما سبق، يمكن كتابة قاعدة اقتران القيمة المطلقة قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين دون استخدام
الرمز القيمة المطلقة، بمعنى نريد إعادة صياغة الإقتران قاف لسين بحيث نتخلص من رمز القيمة المطلقة. نقول أن قاف لسين، والذي هو في الأساس اقتران قيمة مطلقة، القيمة المطلقة لسين. إذا كانت القيمة الموجودة بين إشارتي القيمة المطلقة موجبة، إذا النتيجة تكون نفس ما هو موجود إذا كانت القيم إما موجبة أو مساوية للصفر. وإذا كانت القيم الموجودة بين رمزي القيمة المطلقة قيمة سالبة، إذا نضربها بإشارة أو قيمة الناقص واحد، إذا تصبح ناقص سين في حال كون قيم سين أقل من الصفر. إذا لاحظ هنا، بدل من تمثيل أو تعبير عن الاقتران قاف لسين بقيمة مطلقة، تم التعبير عنه بشكل آخر، وهو شكل اقتران متشعب. إذا أردنا رسم هذا الاقتران، قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين، لاحظ القيمة المطلقة لصفر صفر، القيمة المطلقة لواحد هي موجب واحد، لاثنان هي اثنان، لثلاثة ثلاثة، إلى آخره. بالنسبة للناقص واحد، لاحظ إذا كانت قيمة سين ناقص واحد، بما أن القيمة أقل من صفر وقيمة سالبة، إذا حتى نجد القيمة المطلقة لها نضربها بناقص واحد، إذا تصبح النتيجة موجب واحد. بالنسبة للناقص اثنان على سبيل المثال، أيضا قيمة سالبة، إذا نقول ناقص ضرب ناقص اثنان هي اثنان، إلى آخره. إذا لاحظ شكل منحنى الاقتران قاف لسين، وهو القيمة المطلقة لسين، هو عبارة عن شعاعين ينطلقان من نقطة الأصل. طبعا لاحظ هنا تم رسم سهم على طرفي الخطين هنا حتى نشير أن الاقتران معرف على كل الأعداد الحقيقية. إذا هذا هو شكل الاقتران، اقتران القيمة المطلقة قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين. طبعا يجب معرفة هذا الشكل لأنه هو الأساس في استنتاج رسومات المنحنيات القيم المطلقة الأخرى. لإعادة تعريف أي اقتران قيمة مطلقة، بمعنى آخر لو كان لدينا اقتران قاف لسين هو عبارة عن اقتران قيمة مطلقة، بمعنى آخر قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لها سين، بمعنى آخر ما هو موجود داخل إشارة القيمة المطلقة هو عبارة عن اقترانها لسين. إذا حتى نعيد صياغة هذا الاقتران إلى شكل آخر والتخلص من إشارة القيمة المطلقة، نتبع الخطوات الآتية. أولا نجد أصفار الاقتران ها داخل رمز القيمة المطلقة، بمعنى آخر ما هو موجود بين إشارة أو رمز القيمة المطلقة وهو الاقتران ها لسين نساوي بالصفر، ونجد قيم سين التي تجعل ها لسين مساوية للصفر. دعونا نأخذ مثال بسيط ونتتبع الخطوات حتى نفهم الخطوات بشكل صحيح. على سبيل المثال، لنفترض أنه هناك اقتران قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين زائد واحد، إذا هنا ما هو موجود بين رمزي القيمة المطلقة هو عبارة عن سين زائد واحد. إذا نقول أن سين زائد واحد تساوي لي الصفر، إذا بحل هذه المعادلة البسيطة ينتج أن قيمة سين تساوي الناقص واحد. إذا نقول هنا قيمة السين ناقص واحد هي القيمة التي تجعل الاقتران هذا الاقتران قيمته مساوية للصفر. إذا هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نعين أصفار الاقتران على أو الاقتران ها على خط الأعداد. لاحظ في بعض الأحيان يمكن أن يكون
أو في غالب الأحيان يكون هناك أكثر من صفر، وفي بعض الأحيان يكون هناك صفر واحد. طبعا هنا لأن المعادلة معادلة خط مستقيم من الدرجة الأولى، إذا يوجد لها حل واحد. إذا نعين أصفار الترانها على خط الأعداد وندرس الإشارة حول هذه الأصفار. إذا ندرس الإشارة حول هذه الأصفار. إذا لنأخذ المثال الخاص بنا هنا. إذا لو فرضنا على سبيل المثال هذه قيمة سين صفر، هذه قيمة سين مساوية لناقص واحد، هذه قيمة سين مساوية للواحد، لنأخذ قيمة أخرى هذه اثنان وهذه هنا ناقص اثنان. طبعا لاحظ خط الأعداد من اليسار ينتهي بناقص المالانهاية، وعلى اليمين يزداد باتجاه موجب المالانهاية. إذا القيمة التي تجعل س زائد واحد مساوي للصفر هي الناقص واحد. لاحظ لو عوضنا الناقص واحد في س زائد واحد تكون النتيجة صفر ولا تكون هناك إشارة. إذا يجب دراسة الإشارة على يمين الناقص واحد وعلى يسار الناقص واحد. حتى نعرف الإشارة على يمين الناقص واحد نأخذ على سبيل المثال قيمة س تساوي الصفر، ونعوض الصفر في س زائد واحد. إذا صفر زائد واحد تساوي زائد واحد. إذا لأي قيم س تكون أكبر من الناقص واحد تكون إشارة الاقتران س زائد واحد تكون إشارة موجبة. أما إذا أخذنا قيمة أقل من الناقص واحد على سبيل المثال ناقص اثنان، إذا نقول س زائد واحد ناقص اثنان زائد واحد تساوي ناقص واحد. إذا الإشارة هنا إشارة سالبة. الخطوة التالية تكون قاعدة الاقتران ق لسين هي نفسها لسين. لاحظ لا تنسى قاعدة الاقتران ق لسين. إذا نقول أن قاعدة الاقتران ق لسين تكون نفس القيمة الموجودة بين رمزي القيمة المطلقة على الفترات التي تكون فيها الإشارة موجبة، وتكون قاعدة الاقتران ق هي مضروبة في ناقص واحد على الفترات التي تكون فيها إشارتها سالبة. بمعنى آخر لنأخذ المثال الخاص بنا، لاحظ من الناقص واحد، طبعا ناقص واحد قلنا هو صفر الاقتران الموجود داخل القيم المطلقة. هنا القيم قلنا أنها قيم موجبة، القيم هنا قيم سالبة. إذا قاعدة الاقتران لقيم أكبر من ناقص واحد تكون هي نفس القاعدة س زائد واحد. أما في حال قيم س أقل من ناقص واحد، إذا نضرب س زائد واحد في ناقص واحد فيصبح ناقص س ناقص واحد. إذا هذا معنى هذه الخطوة. الخطوة الرابعة والأخيرة، نكتب قاعدة الاقتران ق على شكل اقتران متشعب. إذا ببساطة هنا نقول أن الاقتران ق لس أصبح على صورة اقتران متشعب بقاعدتين. القاعدة الأولى هي س زائد واحد لكل قيم س أكبر أو تساوي للناقص واحد، وتكون ناقص س ناقص واحد لكل قيم س أقل من الناقص واحد. طبعا لاحظ هنا هذا معنى إعادة صياغة الاقتران ق لس، بحيث نتخلص من رمز القيمة المطلقة. إذا أصبح لدينا هنا اقتران متشعب بقاعدتين، هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية. هذا هو مجال القاعدة الأولى وهذا هو مجال القاعدة الثانية. ونعرف أن الاقتران المتشعب يجب أن يكون فيه نقطة تشعب،
لاحظ نقطة التشعب ببساطة هنا هي عبارة عن قيمة سين التي تصفر الاقتران. إذا هكذا كتبنا قاعدة الاقتران لشكل اقتران متشعب. طبعا تكون الأحداث السينية للنقاط التشعب هي أصفار الاقتران. لنأخذ هذا المثال، هنا مطلوب إعادة تعريف الاقتران قاف لسين وتساوي القيمة المطلقة لسين ناقص 2 دون استخدام رمز القيمة المطلقة، وهناك مطلوب ثاني هو رسم منحنى هذا الاقتران. إذا لاحظ ما هو موجود بين رمزي القيمة المطلقة هو اقتران خطي على شكل سين ناقص 2، لنفترض أن سين ناقص 2 هي عبارة عن الاقتران ها لسين. إذا نقول ها لسين هي تساوي سين ناقص 2. إذا نصفر القيمة بين إشارتي القيمة المطلقة أو ها لسين. إذا نقول سين ناقص 2 تساوي الصفر بإضافة 2 إلى طرفي المعادلة، نحصل على قيمة سين مساوي للاثنان. إذا نقول سين تساوي 2 هي تصفير للمعادلة ها لسين. الخطوة التالية هي تعيين قيمة سين التي تصفر الاقتران. لاحظ قيمة سين تساوي 2، لو عوضنا 2 في سين ناقص 2 النتيجة صفر. لو أخذنا قيمة على سبيل المثال أكبر من الاثنان، لنفترض أخذنا رقم 3، إذا سين ناقص 2، 3 ناقص 2 يساوي موجب 1. إذا لاحظ لأي قيم سين أكبر من الاثنان إشارة الاقتران سين ناقص 2 تكون موجبة. لنأخذ قيمة أقل من الاثنان، لنأخذ على سبيل المثال القيمة 1، لاحظ سين ناقص 2، 1 ناقص 2 معناها ناقص 1. إذا أي قيمة لسين تكون أقل من الاثنان إشارة سين ناقص 2 تكون إشارة سالبة. لاحظ هنا في المجال الذي فيه الإشارة موجبة الاقتران أو قاعدة الاقتران قاف لسين هي نفس الموجودة داخل رمز القيمة المطلقة، إذا تبقى كما هي سين ناقص 2. إذا هذا هو الاقتران ها لسين. أما في حال كون الإشارة سالبة فنضرب القيمة سين ناقص 2 بإشارة أو بقيمة الناقص 1، إذا تصبح ناقص سين زائد 2 أو نقول 2 ناقص سين. إذا الآن ببساطة يمكن إعادة تعريف الاقتران قاف لسين على هذا الشكل. إذا لاحظ قاف لسين أصبح هنا اقتران متشعب. إذا القاعدة الأولى لهذا الاقتران قاف لسين هو سين ناقص 2 لكل قيم سين التي تكون أكبر أو مساوية للصفر، وتكون 2 ناقص سين لكل قيم سين التي تكون أقل من 2. لاحظ يمكن التعبير عن الفترة. بالنسبة للقاعدة الأولى نقول قيمة سين أكبر أو تساوي للاثنان، إذا أي قيمة لسين سواء كانت اثنان أو أي قيمة أكبر من الاثنان هي مشمولة من ضمن هذا المجال. أما بالنسبة لمجال القاعدة الثانية فقيم سين أقل من اثنان معناها كل قيم سين من الناقص ما لا نهاية ولغاية الاثنان، طبعا الاثنان هنا ليست مشمولة. إذا أي قيمة لسين تكون ضمن هذا المجال نستخدم هذه القاعدة، وأي قيم سين تتبع هذا المجال نستخدم هذه القاعدة. إذا أصبح قاف لسين اقتران متشعب. لاحظ نقطة التشعب هي النقطة سين تساوي 2 وهي القيمة التي تصفر الاقتران ها لسين. هذا شكل الاقتران. لاحظ لأي قيمة أكبر أو مساوية للاثنان، بمعنى آخر القيم من الاثنان فأكثر، نستخدم القاعدة الأولى وهي سين ناقص 2. إذا القيمة للاثنان هي 2 ناقص 2 صفر،
بالنسبة لي الثلاثة، ثلاثة ناقص اثنان تساوي واحد. بالنسبة لي الأربعة، أربعة ناقص اثنان إذن اثنان. إذن هذه القاعدة الأولى، لأي قيمة أقل من اثنان، بمعنى آخر قيم أقل من اثنان بهذا الاتجاه، نستخدم القاعدة الثانية وهي اثنان ناقص سين. فإذا كانت قيمة سين واحد، إذا نقول اثنان ناقص واحد تساوي واحد. بالنسبة لي الصفر على سبيل المثال، اثنان ناقص صفر إذا نساوي اثنان إلى آخره. إذا لاحظ شكل الاقتران قاف لسين هو عبارة عن شعاعين ينطلقان من نقطة سين تساوي اثنان، ولاحظ هنا في نهاية الشعاعين وضعنا هذين السهمين حتى نشير أن الاقتران معرف على كل الأعداد الحقيقية. لاحظ هنا مطلوب مقارنة رسم منحنى الاقتران قاف لسين تساوي سين ناقص اثنان ومنحنى الاقتران قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين من حيث الشكل العام ومن حيث نقطة التقاطع مع محور السينات. طبعا تم استنتاج رسم هذين المنحنيين على اليمين هنا على سبيل المثال، لنفترض أن هذا الاقتران هو ها لسين تساوي القيمة المطلقة لسين. إذا لاحظ هذا الرسم هو الرسم الأساس، أو لنقل الرسم الأم لشكل الاقتران القيمة المطلقة قيمة المطلقة لسين. لاحظ بالنسبة لي الاقتران قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين ناقص اثنان، هذا هو رسم منحنى الاقتران. إذا لاحظ من حيث الشكل العام المنحنيان لهما نفس الشكل، ولكن نقطة التقاطع مع محور السينات تختلف في الاقتران ها لسين القيمة المطلقة لسين. نقطة التقاطع هي نقطة الأصل صفر، بينما في الاقتران قاف لسين القيمة المطلقة لسين ناقص اثنان نقطة التقاطع هي قيمة سين تساوي اثنان. إذا لاحظ الفرق بين رسم القيمة المطلقة لسين والقيمة المطلقة لناقص سين. لاحظ ببساطة حتى نرسم القيمة المطلقة لسين ناقص اثنان، إذا هي نفس القيمة المطلقة لسين ولكن بإزاحة المنحنى إلى اليمين بمقدار وحدتين. إذا لاحظ هنا الاثنان، لو أردنا على سبيل المثال تمثيل اقتران آخر بمعنى القيمة المطلقة لسين زائد ثلاثة على سبيل المثال، لنفترض أن هذا الاقتران هو اقتران دال لسين، مطلوب تمثيل هذا الاقتران. لاحظ هنا الموجود داخل القيمة المطلقة هي سين زائد ثلاثة، إذا قيمة سين التي تصفر هذه القيمة هي ناقص ثلاثة، إذا تكون نقطة التقاطع هي سين ناقص ثلاثة، ونرسم بهذا الاتجاه شعاع وبهذا الاتجاه شعاع آخر، ونرسم هذين السهمين. إذا نقول هذا تمثيل لمنحنى الاقتران القيمة المطلقة لسين زائد ثلاثة. إذا بشكل عام لرسم قيمة سين ناقص أي رقم نزيح الاقتران إلى اليمين، ولرسم القيمة المطلقة لسين زائد رقم بالموجب نزيح المنحنى إلى اليسار. هذا مثال آخر، أعد تعريف الاقتران د لسين تساوي القيمة المطلقة لاثنين سين زائد أربعة. طبعا لاحظ هنا الاقتران د لسين هو اقتران قيمة مطلقة، نقول هذا الاقتران هو اقتران قيمة مطلقة،
إذا مطلوب إعادة صياغة هذا الاقتران دال س بحيث نتخلص من إشارة القيمة المطلقة. إذا لو فرضنا على سبيل المثال أن الاقتران الموجود بين إشارتي القيمة المطلقة هي قاف لس، بمعنى قاف لس تساوي 2 س زائد 4. إذا أول خطوة نأخذ القيمة الموجودة بين إشارتي القيمة المطلقة ونساويها بالصفر حتى نجد قيمة س التي تصفر هذا الاقتران. إذا نقول 2 س زائد 4 تساوي الصفر. إذا بحل هذه المعادلة بإضافة الناقص 4 إلى الطرفين يصبح 2 س تساوي الناقص 4، وبقسمة الطرفين على 2 نحصل على قيمة س تساوي الناقص 2. إذا قيمة س تساوي الناقص 2 هي القيمة التي تصفر الاقتران قاف لس تساوي 2 س زائد 4. بمعنى آخر لو عوضنا مكان س في 2 س زائد 4 بس تساوي ناقص 2، إذا نقول 2 مضروبة في ناقص 2 زائد 4 إذا تساوي الصفر. إذا نقول قيمة س تساوي ناقص 2 هي صفر هذا الاقتران. طبعا لاحظ هنا يوجد لدينا صفر واحد لأن الاقتران قاف لس هو اقتران من الدرجة الأولى بمعنى اقتران خطي. الخطوة التالية، طبعا هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية نرسم خط الأعداد ونعين قيمة س التي تصفر الاقتران وندرس الإشارة. إذا هنا ببساطة هذا خط الأعداد، على سبيل المثال هنا ناقص 2 لنأخذ قيم أكبر أو أقل من الناقص 2. إذا هنا ناقص 1، هنا الصفر، هنا الواحد إلى آخره. طبعا هنا يتحرك خط الأعداد باتجاه الموجب ما لا نهاية، ولنأخذ قيم أقل من الناقص 2 على سبيل المثال ناقص 3، ناقص 4 إلى آخره. طبعا خط الأعداد بهذا الاتجاه يتحرك باتجاه الناقص ما لا نهاية. إذا قيمة س التي تصفر الاقتران قاف لس هي ناقص 2. بمعنى آخر تعويض قيمة س في 2 س زائد 4 يعطينا صفر. الآن نريد دراسة الإشارة على يمين الناقص 2، بمعنى قيم س أكبر من الناقص 2، وعلى يسار الناقص 2 بمعنى قيم س أقل من الناقص 2. لندرس في البداية على يمين الناقص 2، على سبيل المثال لنأخذ قيمة س تساوي الصفر. إذا 2 س زائد 4، إذا 2 في الصفر يساوي صفر زائد 4، إذا الإشارة موجبة. إذا نقول هنا الإشارة لكل قيم س أكبر من ناقص 2 تكون إشارة موجبة. لنأخذ على سبيل المثال قيمة أقل من الناقص 2 لنأخذ الناقص 4 ونعوض. إذا 2 س زائد 4، 2 في ناقص 4 ناقص 8 زائد 4 إذا تساوي ناقص 4. إذا هنا لأي قيمة لس أقل من ناقص 2 تكون إشارة الاقتران سالبة. طبعا الخطوة الثالثة هي عملية تحديد قاعدة الاقتران. إذا لاحظ عند القيمة، عند القيم س التي تكون موجبة قاعدة الاقتران دال س تكون 2 س زائد 4. إذا نقول لأي قيمة لس أكبر أو مساوية للناقص 2 قاعدة الاقتران دال س هي 2 س زائد 4. أما بالنسبة للقيم الأقل من ناقص 2 والتي تكون فيها إشارة الاقتران قاف لس هي إشارة سالبة تكون ناقص 2 س ناقص 4. إذا الآن ببساطة نستطيع إعادة صياغة الاقتران د لس على شكل اقتران متشعب دون الحاجة إلى رمز القيمة المطلقة.
إذا نقول قاعدة الإقتران د س تكون 2 س زائد 4، بمعنى نفس القيمة الموجودة بين إشارتي القيمة المطلقة. طبعا مجال هذه القاعدة هي كل قيم س التي تكون أكبر أو مساوية للناقص 2. طبعا قيم س أكبر من الناقص 2 تكون الإشارة موجبة، عند س ناقص 2 تكون الإشارة لا توجد إشارة، تكون النتيجة صفر. أما بالنسبة للقاعدة الثانية للإقتران د س فنقول ناقص 2 س ناقص 4 في المجال لقيم س التي تكون أقل من ناقص 2. بمعنى آخر ممكن أن نعبر عن مجال القاعدة الأولى س أكبر أو تساوي الناقص 2، إذا نقول كل قيم س من الناقص 2 إلى موجب ما لا نهاية نستخدم هذه القاعدة. أما المجال الثاني فهي قيم س أقل من ناقص 2، إذا نقول من مجال هذه القاعدة هي كل الأعداد من الناقص ما لا نهاية ولغاية الناقص 2. فإذا كان هناك قيم للسين تكون ضمن مجال القاعدة الأولى، إذا نطبق القاعدة الأولى. إذا كان هناك قيم للسين موجودة في مجال القاعدة الثانية، نطبق القاعدة الثانية. على سبيل المثال، لو كان مطلوب إيجاد قيمة دال الخمسة، أي قاعدة نستخدم هنا؟ لاحظ الخمسة موجودة في القاعدة الأولى لأن 5 أكبر من ناقص 2، إذا نقول 2 س زائد 4، إذا 2 في 5 10 زائد 4 تساوي 14. إذا كان لام لس تساوي قاف لس زائد ألف، إذا لنفهم هذه القاعدة قاعدة بسيطة. إذا كان يوجد لدينا اقتران لام لسين يساوي قاف لسين زائد ألف وقيمة ألف موجبة، فإنه يمكن الحصول على رسم الاقتران لام. إذا لاحظ هنا المطلوب أساسا هو أن نرسم شكل منحنى الاقتران لام لسين، وذلك من خلال معرفتنا لرسم منحنى الاقتران قاف لسين. ولاحظ هنا يوجد قيمة مصاحبة للقاف لسين هي زائد ألف، وألف قيمة موجبة. إذا يمكن الحصول على رسم الاقتران لام من رسم منحنى الاقتران قاف، وذلك بعمل انسحاب لرسم قاف للأعلى بمقدار ألف وحدة. لاحظ حتى نفهم هذه القاعدة ببساطة، هذا الرسم يمثل هذه القاعدة. لاحظ هنا مطلوب كتابة قاعدة الاقتران قاف لسين المرسوم في هذا الشكل. إذا لاحظ من حيث المبدأ الشكل العام للاقتران قاف لسين يشبه الشكل العام للاقتران الأساس وهو القيمة المطلقة لسين، ولكن هنا الاقتران مزاح للأعلى بمقدار وحدتين. إذا لاحظ بتطبيق هذه القاعدة نقول أن قاف لسين هي ببساطة القيمة المطلقة لسين، ولكن هنا نضيف زائد 2. إذا لاحظ حتى نرسم منحنى الاقتران قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين زائد 2، نرسم نفس شكل الاقتران القيمة المطلقة لسين، ولكن نعمل له إزاحة باتجاه الأعلى بمقدار وحدتين. بمعنى آخر قاف لسين تساوي القيمة المطلقة لسين زائد 2. لو طلب على سبيل المثال رسم الاقتران ه لسين، فنص الاقتران ه لسين يساوي القيمة المطلقة لسين،
هنا زائد واحد. إذن هذا ببساطة يكون شكل هذا الاقتران هالي س. لاحظ عملنا له إزاحة للأعلى بمقدار وحدة واحدة. إذا كان اللام لسين تساوي قاف لسين ناقص ألف، لاحظ الآن هنا ناقص ألف، وقيمة ألف هي قيمة موجبة، يمكن الحصول على رسم الاقتران لام من رسم الاقتران قاف بعمل انسحاب لرسم قاف للأسفل بمقدار ألف وحدة. هذه القاعدة تصبح بسيطة عندما نأخذ هذا المثال. لاحظ هنا شكل منحنى الاقتران قاف لسين مشابه للشكل العام لمنحنى الاقتران القيمة المطلقة لسين، ولكنه مزاح للأسفل بمقدار وحدتين. إذن هنا نقول أن شكل منحنى الاقتران قاف لسين يشبه من حيث الشكل العام شكل منحنى الاقتران القيمة المطلقة لسين، ولكنه مزاح للأسفل بمقدار وحدتين. إذا نقول هنا يمكن كتابة الاقتران قاف لسين أو قاعدة الاقتران قاف لسين بأنها تساوي القيمة المطلقة لسين ناقص 2. لاحظ لو كان على سبيل المثال مطلوب رسم منحنى اقتران آخر وهو كاف لسين يساوي القيمة المطلقة لسين ناقص 4. إذن ببساطة نسحب الاقتران القيمة المطلقة لسين إلى الأسفل بمقدار 4 وحدات. إذن هذا شكل الاقتران كاف لسين. مثال آخر، أعد تعريف الاقتران هالي س تساوي س تربيع ناقص س. لاحظ هنا القيمة أو الاقتران الموجود بين رمزي القيمة المطلقة هو عبارة عن اقتران تربيعي س تربيع ناقص س. لنعتبر أن هذا الاقتران هو قاف لس، إذا قاف لس تساوي س تربيع ناقص س. لاحظ في معظم الأحيان يكون لدينا أكثر من صفر يصفر الاقتران الداخلي مثل هذه الحالة. إذن الحل، الخطوة الأولى نساوي الاقتران الموجود بين رمزي القيمة المطلقة بالصفر، إذن نقول س تربيع ناقص س تساوي الصفر. لاحظ هذه عبارة تربيعية من الدرجة الثانية، الحد الأول فيها س تربيع والحد الثاني فيها س، إذن يمكن إخراج السين كعامل مشترك. إذن يتبقى من سين تربيع تبقى سين، ويتبقى من الناقص سين يتبقى ناقص واحد. إذن تم تحليل هذه العبارة التربيعية إلى عواملها وهي سين وسين ناقص واحد، وحاصل ضرب هاتين القيمتين تساوي صفر. إذن إما قيمة سين مساوية للصفر، أو أن قيمة سين ناقص واحد مساوية للصفر، وفي الحالتين ينتج أن قيمة س إما تساوي الصفر أو أن قيمة س تساوي 1 تساوي للصفر. بمعنى لو عوضنا قيمة س بصفر في الاقتران س تربيع ناقص س تكون النتيجة صفر. إذا يوجد هنا صفران للاقتران س تربيع ناقص س. إذا نمثل صفري الاقتران على خط الأعداد. إذا لاحظ هذا الصفر الأول للاقتران وقيمته صفر، وهذا الصفر الثاني للاقتران وقيمته 1. لاحظ لو عوضنا تكون النتيجة هنا صفر دون إشارة. الآن نريد دراسة الإشارة حول هذين الصفرين وبين هذين الصفرين. لنأخذ قيم أكبر من الواحد، على سبيل المثال لنأخذ قيمة 2 وندرس الإشارة. إذا نعوض الاثنان في س تربيع ناقص س، إذا 2 تربيع 4 ناقص 2 إذا موجب 2. إذا الإشارة لأي قيمة لس أكبر من الواحد تكون الإشارة موجبة. لنأخذ قيمة أقل من الصفر ولنأخذ على سبيل المثال الناقص 1 ونعوضها في س تربيع ناقص س،
إذا ناقص واحد تربيع، إذا الناتج نفس الشيء، واحد ناقص ناقص واحد، إذا واحد زائد واحد يساوي اثنان. إذا أيضا لأي قيمة لسين أقل من الصفر تكون إشارة الاقتران قاف لسين هي إشارة موجبة. لندرس الإشارة بين الصفرين، على سبيل المثال بين الصفر والواحد يوجد النصف. إذا سين تربيع، نصف تربيع يساوي الربع، ناقص النصف يعطينا ناقص ربع. إذا لاحظ الإشارة بين الصفر والواحد تكون الإشارة إشارة سالبة. إذا الآن نستطيع تحديد قاعدة الاقتران. في حال كون الإشارة موجبة نستخدم نفس الاقتران الموجود بين رمزي القيمة المطلقة. إذا في هذه الحالة نستخدم نفس سين تربيع ناقص سين. وفي حال كون الإشارة سالبة كما هي بين قيم سين مساوي بين الصفر والواحد، إذا نضرب القيمة سين تربيع ناقص سين في ناقص واحد فتصبح القيمة سين ناقص سين تربيع. إذا يوجد لهذا الاقتران ثلاث قواعد، وكل قاعدة تكون معرفة على مجال محدد. إذا نعيد تعريف الاقتران ه لسين والتخلص من صيغة أو رمز القيمة المطلقة. إذا نقول الاقتران ه لسين يكون نفس ما هو موجود بين الرمزين، إذا سين تربيع ناقص سين لقيم سين أقل من الصفر، ونفس سين تربيع ناقص سين أيضا لقيم سين التي تكون أكبر من واحد، ولكن تكون القاعدة هي سين ناقص سين تربيع لكل قيم سين بين الصفر والواحد، والصفر والواحد مشمول في هذا المجال. إذا لاحظ مجال القاعدة الأولى هي سين أقل من صفر، إذا نقول أي قيمة لسين من الناقص ما لا نهاية ولغاية الصفر نطبق هذه القاعدة. بالنسبة للمجال القاعدة الثانية كل قيم سين من صفر ولغاية موجب واحد، إذا أي رقم موجود ضمن هذه الفترة نطبق هذه القاعدة. أما بالنسبة للمجال الخاص بالقاعدة الثالثة فهو سين أكبر من واحد، إذا نقول أن مجالها هو كل القيم من واحد إلى موجب ما لا نهاية، وأي رقم هنا نطبق هذه القاعدة. هذا التدريب اكتب قاعدة الاقتران د لس تساوي القيمة المطلقة لسين تربيع ناقص 3 سين ناقص 4 ولكن دون استخدام رمز القيمة المطلقة. إذا لاحظ هنا ما هو موجود داخل القيمة المطلقة هو عبارة عن عبارة تربيعية. لنفترض أن هذه العبارة التربيعية هي الاقتران قاف لسين. إذا مطلوب كتابة قاعدة الاقتران. إذا الخطوة الأولى نساوي القيمة الموجودة بين رمزي القيمة المطلقة بالصفر. إذا نقول سين تربيع ناقص 3 سين ناقص 4 تساوي الصفر، ونريد إيجاد حل لهذه المعادلة التربيعية. لاحظ لإيجاد حل لهذه المعادلة التربيعية نبحث عن عددين، بحيث إذا ضربنا هذين العددين يكون الناتج ناقص 4، وإذا جمعنا هذين العددين يكون الناتج هو ناقص 3. إذا ببساطة نقول أن الرقمين هما الأربعة أو الناقص 4 عفوا والثلاثة. إذا هذه القيم ناقص 4 و3 إذا ضربناها معا يعطينا ناقص عفوا ناقص عفوا هي واحد موجب واحد. إذا ناقص 4 و1. الآن نحلل هذه العبارة التربيعية إلى عواملها. إذا تصبح
س ناقص 4. إذا هذا أحد عوامل العبارة التربيعية، والعامل الثاني هو س زائد 1، ونساوي هذه العملية بالصفر. إذا نقول إما قيمة القيمة الأولى أو العامل الأول يكون مساوي للصفر، إذا س ناقص 4 تكون مساوية للصفر، ومنها ينتج أن قيمة س تساوي 4. إذا هذه قيمة س التي تمثل أحد أصفار الاقتران، أو أن القيمة الثانية وهي س زائد 1 تكون مساوية للصفر، ولحل هذه المعادلة ينتج أن قيمة س تساوي ناقص 1. إذا هذه قيمة س التي تصفر المعادلة. إذا هنا يوجد صفران لهذه المعادلة التربيعية، القيمة الأولى هي 4 والقيمة الثانية هي ناقص 1. الخطوة التالية هي تعيين أصفار الاقتران على خط الأعداد. إذا لنرسم خط الأعداد هنا، على سبيل المثال هنا لنفترض قيمة الناقص 1، هنا قيمة الصفر، هنا الواحد، هنا الاثنان، هنا 3، هنا 4، ونأخذ قيم أقل من الناقص 1، على سبيل المثال هنا ناقص 2 وناقص 3. الصفران هنا هما س تساوي 4، إذا هذه قيمة س التي تصفر المعادلة، وس تساوي ناقص 1، إذا هذه القيمة الثانية. الآن ندرس الإشارة حول هذين الصفرين. لنبدأ بداية بالقيم بين الصفرين، لنأخذ على سبيل المثال الصفر لتسهيل الحسابات. إذا س تربيع ناقص 3 س ناقص 4، إذا صفر تربيع ناقص 3 مضروبة في صفر ناقص 4، إذا الإشارة تكون إشارة سالبة. إذا نقول هنا أي قيمة لس بين الناقص 1 والأربعة تكون إشارة الاقتران ها إيقاف لس إشارة سالبة. لنأخذ قيم أكبر من 4، على سبيل المثال القيمة 5، نعوض الخمسة في المعادلة، إذا س تربيع 5 تربيع تساوي 25، ناقص 3 س ناقص 3 في 5 ناقص 15 ناقص 4. إذا القيمة أو الجواب هو موجب 6، إذا الإشارة هنا تكون إشارة موجبة. لنأخذ قيمة أقل من الناقص 1، طبعا يفترض الإشارة تكون موجبة ولكن لنتأكد، إذا نقول ناقص 2 تربيع يعطينا 4، ناقص 3 في ناقص 2 أيضا يعطينا موجب 6 ناقص 4، إذا الجواب هو موجب 6، إذا الإشارة موجبة. إذا نقول الإشارة لأي قيمة س أقل من ناقص 1 هي إشارة موجبة. إذا الآن ببساطة نستطيع تحديد قاعدة الاقتران د لس، عندما تكون الإشارة موجبة يكون نفس صيغة الاقتران الموجود بين إشارتي القيمة المطلقة. إذا نقول س تربيع ناقص 3 س ناقص 4 لأي قيم لس تكون أكبر من الأربعة، وأيضا نفس القاعدة وهي س تربيع ناقص 3 س ناقص 4 لأي قيم س بحيث تكون أقل من الناقص 1. أما بين الناقص 1 والأربعة فإشارة قاف لس إشارة سالبة، إذا نضرب س تربيع ناقص 3 س ناقص 4 في ناقص 1، فتصبح قاعدة الاقتران في هذا المجال هي ناقص س تربيع زائد 3 س زائد 4. إذا أصبح هنا يوجد لدينا ثلاث قواعد للاقتران د لس، وكل قاعدة
معرفة عند مجال خاص بها. إذا يمكن إعادة صياغة الاقتران دال لسين على شكل اقتران متشعب، ونتخلص من رمز القيمة المطلقة. إذا نقول قاعدة الاقتران دال لسين هي سين تربيع ناقص 3 سين ناقص 4، ومجال هذه القاعدة هي كل قيم سين التي تكون أكبر من 4. وأيضا نفس القاعدة، سين تربيع ناقص 3 سين ناقص 4، لكل قيم سين أقل من الناقص 1. أما قاعدة الاقتران دال لسين فتكون ناقص سين تربيع زائد 3 سين زائد 4، ومجال هذه القاعدة هو كل قيم سين التي تكون محصورة بين الناقص 1 والأربعة. طبعا الناقص 1 والأربعة مشمولة بمعنى، عفوا نقول هنا قيمة سين أكبر أو تساوي للناقص 1 وأقل أو تساوي للأربعة. إذن هذا هو مجال القاعدة الثانية. إذا لاحظ أي قيمة لسين تكون أكبر من 4 حتى نجد صورتها نستخدم هذه القاعدة. أي قيمة لسين أقل من ناقص 1 حتى نجد الصورة في الاقتران دال لسين نستخدم هذه القاعدة، وأي قيمة لسين بين الناقص 1 والأربعة نستخدم هذه القاعدة. إذا هذا كل ما يتعلق عن اقتران القيمة المطلقة وكيفية رسم الاقتران وكيفية كتابة قاعدة الاقتران والتخلص من رمز القيمة المطلقة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.